السلام عليكم، معكم السيد النادية من المغرب، من مدينة سوق الأربعة الغرب. أنا عندي 14 عام وأنا كنخدم هنايا، عندي ربعة ديال الوليدات، عندي ربعة ديال الوليدات، جوج البنات وجوج الولاد. وكنا ناس ضعفاء بزاف، لا حنا ولا الناس الوالدين ديالنا. كنجيو لهنا كنخدمو كنديو داك النصيب اللي كنديو، كنصرفو به شوية على ولادنا، كنقريوهم به شوية، كنصرفو على والدينا. السلام عليكم، أنا سميتي سعاد بالقدورية من نواحي قنيطرة. عندي وليدات، أنا قاعدة في الدار، عندي ثلاثة البنيات ووليد. السلام عليكم، أنا تورية من مدينة القنيطرة، وعندي بنية وحدة خدامة عليها. السلام عليكم، أنا حنان الغانمي، كنسكن في مدينة صخيرات، عندي بنية مسؤولة على الوالدة خوتي، صافي تنخدم في واحد الوزين ديال لومبالاج. أنا تنجي هنايا 5 سنين، تنجي باش تنخدم باش ندي شوية الفلوس باش نعاون الأسرة ديالي. Estas son algunas de las mujeres que representan Guafira, mujeres valientes que han inspirado este proyecto, mujeres que todos los años vienen a España a la recogida de la fresa. يعني الفروته عندي، الخدمه عندي هي حياتي، من صغري حتى لكبري، حتى في المغرب كنت نخدم في الفريز. فيزا زوينه، الخدمه ديالها زوينه، فيها الفلوس، ومنها طلعنا، منها درنا منها اي حاجه، خدمنا منها، درنا منها دويرات، كونا بها الوليدات. Y es que a través de la recolecta hoy, muchas mujeres marroquíes están sembrando su mañana. انا باش نوقف على جريه وبغيت ندير شي مشروع، وهذا المشروع انا فرحانه به وفاخره به بزاف وبزاف وبزاف. نسيدو قدام المستقبل ندير شي بيعه وشري تكون صحيحه. Guafira nace con el objetivo de ayudar y formar a estas mujeres para que a su regreso a Marruecos puedan convertirse en generadoras de ingresos y mujeres emprendedoras. التجربه اللي نستافد منها هي ندير واحد المشروع اللي يزيدني القدام، يكون لي احسن من دابا، يساعدني. باغيه ندير شي مشروع اللي يخدم عليا تنموت. كنجيو هنا كنخدمو، كنمشي لتما كنخدم، ولكن دابا هذا المشروع انا فخوره به وفرحانه به، وبغيت نشارك مع هاد الناس. نتمنى ندير شي مشروع، مشروع بيع الشراء مثلا، ننسى لي صافي، ما نبقاش قادره نخدم. Guafira,